تلاميذنا الاعزاء مرحبا بكم في هذه الحصه الفلسفيه المتلفزه سنحاول ان نشتغل على موضوع من خلاله نحاول ان نتبين بعض المهارات المنهجيه هذا الموضوع يندرج ضمن مساله اساسيه هي مسألة الإنساني بين الوحدة والكثرة، وتحديدا مسألة الإنية والغيرية. في البدء سنحاول أن نتبين الأهداف المنهجية وكذلك المعرفية. من ضمن الأهداف المنهجية هي اقدار المتعلم على تحديد الدلالات وكذلك المبررات والتبعات ثم ايضا سنهتم بالمستوى المعرفي الذي سنركز عنده على بيان ان الانيه ليست ما هي ثابته مكتفيه بذاتها بقدر ما هي مهمه ومشروع يتحقق تاريخيا الموضوع اذا الذي سنحاول الاشتغال عليه، نقراه معا لنتبين اهم المفاهيم التي ينبني عليها ويرتكز عليها، الموضوع يقول: لست او ليست الانيه وعيا خالصا ووجودا مكتملا وانما هي وعي متجسد ومشروع وجود. نحاول ان نقرا الموضوع مرات ومرات لنتبين مرتكزاته ليست الانيه وعيا خالصا ووجودا مكتملا وانما هي وعي متجسد ومشروع وجود ما رايك؟ في البدء سنحاول الوقوف عند مقتضيات بناء المقال الفلسفي ماذا يقتضي المقال الفلسفي؟ يقتضي إذن المقال الفلسفي العمل التحضيري وكذلك التخطيط ثم التحرير أيضا ينبغي أن تتوافر لدى التلميذ قدرة على المفهمة والمش... وأيضا البرهنة إذا نتساءل معا ما هي المهارات التي يقتضيها العمل التحضيري العمل التحضيري يقتضي تحديد المفاهيم ودلالاتها في سياق الموضوع ودراسه العلاقات القائمه بينها اذن في البدء ينبغي ان نقف عند المفاهيم الاساسيه ونحاول ان نتابع الروابط المنطقيه التي تشدها الى بعضها البعض ثم سنحاول تحديد المبحث كذلك زاويه النظر وسؤال الموضوع ثم الاطروحه المستبعده إذا نذكر مرة أخرى بالموضوع ليست الإنية وعيا خالصا ووجودا مكتملا وإنما هي وعي متجسد ومشروع وجود. إذا كيف انبنى هذا الموضوع وما هي المفاهيم التي يستدعيها وما هي العلاقات التي تشد مكوناته؟ ينبني هذا الموضوع إذا على ثنائية النفي والإثبات. إذا ينبغي أن نتبين أن الموضوع ينفي في مستوى معين وكذلك يحاول أن يثبت مسألة أخرى في المستوى الآخر يستبعد إذا موقفا أو أكثر استبعادا صريحا كما يمكن أن يكون هذا الاستبعاد ضمنيا هذا ما كنا قد أطلقنا عليه قبلا النفي ويدافع كذلك عن موقف اي انه يحاول ان يثبت مساله معينه هكذا فان التحديد الدقيق للاطروحه والاطروحه المستبعده يقتضي في البدء تحديد المفاهيم المركزيه كذلك دراسه العلاقات القائمه بينها ومتابعه البنيه المنطقيه للموضوع من اجل الوقوف على اهم مراكز الاهتمام فيما بين النفي من ناحيه والاثبات من ناحيه أخرى إذا ما هي أهم المفاهيم والأفكار الرئيسة في الموضوع سنحاول أن نفكر معا في هذا الموضوع لندرك المفاهيم التي عليها إن بنى هذا الموضوع من المهم أن نحدد أن الوجود من جهة ما هو حضور للإنية مطلق في البدء ثم من الضروري أن ننتبه إلى كونه مرفوقا بالنفي وكذلك في هذا المستوى سيغدو ينبغي ان نبين ان الوعي سيغدو ماهيه الانسان واصل المعنى. تحل اللحظه التي تنبجس في مستواها الانيه قدره على الوعي بذاتها وبما يحيط بها. ولكن سنتساءل الى اي مدى يكون حضور الانيه على هذا المقتضى مقنعا من جهه ما هو لحظه اكتمال واستيفاء شروط الحضور. ثم ألا توجد ممكنات واستئنافات أخرى لمقاربة الإنية ينبغي أن نتساءل معا أصدقاء التلاميذ عن ممكنات أخرى يمكن أن تخرجنا من بوتقة هذا التصور وأيضا لئلا يكون هذا التصور أحادي التخطيط الذي نقترحه وهو بالضرورة تخطيط أولي يقوم على لحظة أولى يهتم بمبررات الاعتراض على الموقف الذي ينفي ويرفض ان تكون الانيه وعيا خالصا وكذلك وجودا مكتملا فعلى ما يتاسس هذا النفي؟ هذا النفي اذا يتاسس على مجموعه من المعطيات تؤسس لضروره الوقوف عند الانيه من جهه ما هي جوهر الانسان وكنهه. اي ما به يكون الانسان انسانا ثم كذلك تعتبر الانيه انها تقال على معاني او ان هذا الطرح يعتبر ان الانيه تقال على معان من ضمنها الذات وكذلك النفس وايضا الانا الواعي فلنتساءل معا اذا ما هي دلاله الوعي؟ في هذا المستوى يتجلى الوعي من جهة ما هو ذات حاضرة لنفسها ومنتبهة هو أيضا الذي يمنح معرفة مباشرة بحالتها وأفعالها أي حالة النفس وأفعالها دون الحاجة إلى وسيط حقيق علينا إذا والحال هذه أي الحال كما كنا نذكر في المستوى الأول أن نؤشر إلى أن التأمل والفكر والوعي الخالص إنما هي الشروط الضرورية والكافية التي من شأنها أن تؤسس لوجود مكتمل كما يقترح الموضوع في بدايته والثابت أن القول بالإنية لحظة اكتمال يوضح أنها معطى نهائي ومتعالي وكذلك مستقل على ما عدا ف ما هي اذا دواعي الاستبعاد؟ تتعدد مؤشرات اعتبار الانيه كيانا خالصا وجوهرا لا يحتاج الى غيره. تمركز الذات على ذاتها والذي من شانه ان يؤدي الى الاختزال والتفقير وكذلك الاقتصار على البعد الواحد، كان نعتبر ان الانسان في هذا المستوى هو ذو بعد واحد وطبعا ليس متعدد الابعاد في هذا المستوى الاول كما انه من استتباعه ذلك ان هذه النظره تنهض على توهم الاستقلاليه والتعالي على الجسد والتحرر من كل ضروب الغيريه زياده اغتراب الانيه من جهه ما هي وعي خالص عن ذاتها وغيرها في الان عينه هذا في مستوى اللحظه الاولى والتي اكدنا على ان الوعي فيها يكون ضروره متعال ومستقل اللحظه الثانيه من هذا الموضوع تشير الى ان الانيه وعي متجسد وايضا مشروع وجود الانيه في هذا المستوى ليست جوهرا ثابتا وبالتالي نحاول أن ننفي ما كنا قد أشرنا إليه في البدء ثم كذلك سنحاول أن نثبت مقتضى آخر يقترحه الموضوع ما هي معطاة وهي أيضا في علاقة بآخر و هذا الاخر هو العالم اي اننا نشير في البدء ان الانيه لم تعد جوهرا ثابتا كما اكدت الميتافيزيقا كما انها ليست معطاه انما هي في علاقه باخر وبغير انها اذن وعي متجسد الانيه كذلك نتاج ومهمه ومشروع وجود يتحقق يسيرا يسيرا نتساءل مره اخرى ذلك ان السؤال هو تقوى الفكر في الفلسفه وهو الذي من شانه ان يهدينا الى بعض نواقص اللحظه الاولى فمن اين يكون هذا المختلف الذي اربك الانيه وجعلها تشك وكذلك ترتاب فيما عندها اي في مكتسباتها ما الذي اجبرها على مراجعه مرتكزاتها واعاده النظر في حضورها في العالم انه الاخر اذا الاخر المشابه والمباين في الان نفسه هو الذي اربك الانيه وجعلها تشك في ما عندها اذا نتساءل مره اخرى عن من هو هذا الاخر انه اخر كامن في الذاتي أي أنه اللاوعي مثلا الذي يقترحه فرويد في مستوى أول إذ لم يعد الانطلاق من الوعي بل نصل إليه أي أننا أصبحنا في مستوى هذه المرجعية التحليل النفسية نصل إلى الوعي ولا لا ننطلق منه إذا كان الوعي أي الإنية الإنية في علاقة بالوعي أي اللحظة الأولى أي أن الإنية وعي خالص سابقه على الجسد فعلى اي جهه يكون حضور الذاتيه في العالم ها هنا يمكن العنايه بتلازم الانيه بالجسد اي بالغيريه والوقوف عند تبعات هذه اللحظه الثانيه كينونه الانسان في العالم اذا في هذا المستوى الثاني تتمظهر بصوره خاصه من خلال الجسد اي من خلال الوعي المتا المتجسد وتلاحظون تلاميذنا الأعزاء أننا إنتقلنا من مجموعة من المرجعيات الأولية التي تتكئ عليها الميتافيزيقا إلى مجموعة من المرجعيات الفينومنولوجية التي يستند عليها المستوى الثاني من الموضوع فما هي إذن دلالات الجسدي في هذا السياق بل قل المهمش بشكل عام الذي سيعاد تأهيله لإعادة بناء الإنسان فينا في كل مرة، ولا ينبغي أن ننسى أننا نشتغل على موضوع يندرج ضمن قضية الإنسانية بين الوحدة والكثرة. وتحديدا نهتم بقضية الإنية والغيري إذا يجب أن ندرك منذ البدء أن الجسد الموضوع ليس هو الجسد الخاص ولنا أن ننتبه إلى أن هذا التمايز في وتحديدا في ارتباط بمرجعية ماروبونتي أي أن الجسد الموضوع هو الجسد في انفصاله عن الذات فهو القابل للدراسة والتشريح العلمي هو الجسد الموضوع هو الشيء اي الذي ينظر اليه من جهه ما هو موضوع ها هنا ينبغي ان نشير الى تمايز بين الجسد الموضوع والجسد الخاص فيتجلى الجسد الخاص من جهه ما هو جسد مرتبط بالذات هو جسدي ولكنه ليس ملكي وانما هو كينونتي انه تجربه ادراك حسي ومعيش. انه هو الذي ادركه من الداخل، فانا جسدي وعليه وعليه يستحيل الفصل بين الوعي والجسد. وحالة ذاك يكون جسدي قوام وجودي وشرط ادراكي للعالم. اذا يمكن ان نحاجج على ان كينونه الكائن البشري تنهض على الجسد والذات تدرك في ارتباط بجسدها كما سبق وان مأنى الى ذلك وكاستتباع لهذا يتجلى حضوري في العالم من جهه ما هو وجود متجسد وبالتالي فالجسد هو ما به اكون اي ان حضوري يتعين من خلال جسدي. هكذا بالمستطاع الان مجاوزه الموقف الذي يختزل الانيه فيحددها من جهه ما هي وعي محض متميزه عن الجسد ومتعاليه عن العالم اذن وفقا لهذه الاستنتاجات ووفقا لتلك الاستتباعات نحاول ان نتجاوز الموقف الاول الذي كان يختزل الانيه في ارتباطها بالوعي لنؤشر الى امكانيه الحديث عن الانيه في ارتباط بالغير او بالاخر. هذه الاستتباعات اذا الناتجه عن طمس العلاقه بين الانيه والجسد الغيريه وتغيبها تتعارض مع تحقق الانسان. ولاحظتم اننا نحاول قدر الامكان ان نعود في كل مره الى كيف يمكن ان يتحقق هذا الانساني وهو ما يبرر الدعوه الى تاسيس علاقات ممكنه مع ذواتنا تتجدد من خلالها نظرتنا الى انفسنا القديمه ويحق لنا ان نتساءل اذا كان حضور الانا اي الذات مجردا من كل بعد إنساني فعلى أي نحو يمكنه الحضور أو الارتقاء إلى المقامات الإنسانية كما نرتئيها هكذا إذا نؤسس لممكنات مجاوزة الطروحات الميتافيزيقية فالميتافيزيقا كما نعلم هي كل ما لا يقبل التحقق التجريبي في مقابل العلم الذي سنمهد له في مساله العلم بين الحقيقه والنمذجه والذي نعرفه اي العلم على انه كل ما يقبل التحقق التجريبي، اذا الميتافيزيقا في مقابل العلم هي كل ما لا يقبل التحقق التجريبي، هي تلك التي تعتبر الوعي اوليا من الناحيه الانطولوجيه ومؤسسا من الناحيه المعرفيه وهو الارض الصلبه التي يقف عليها فيلسوف الميتافيزيقا. إذا كان أو إذا كنا قد اهتدينا إلى المشكل الذي يطرحه علينا هذا الموضوع نتدرج نحو صياغته في ضوء الاعتبارات التالية، إذا في البدء كنا نحاول أن ننجز تخطيطا أوليا لهذا الموضوع وعلى ضوء مكتسبات هذا التخطيط سنحاول أن نبني إشكالية هذا الموضوع. تحديد سؤال الموضوع والاطروحه وكذلك ضروره تحديد الاطروحه المستبعده مراعاه البنيه المنطقيه للموضوع كما اسلفنا القول ثم ايضا تركيز الاشتغال على المفاهيم سياقيا وعلى العلاقات القائمه بينها ثم ايضا نحاول تحديد المسلمات والمواقف والاستتباعات ونحدد الرهانه ونحاول بالتالي الوقوف عند المشكل فالرهان في ارتباط بما يثيره المشكل ثم تقع اعاده بلوره المشكل الفلسفي في ضوء الاعتبارات التاليه في البدء نتحدث عن تقابل بين الانيه اي الانيه من جهه ما هي وعي خالص والانيه من جهه ما هي وعي متجسد آه هذا ما يولد إشكالا من التباعد كما سبق وأن ألمحنا إلى ذلك عن حقيقة الذات وبالتالي ضرورة مجاوزتها التفاتا إلى علاقة تنهض على التعدد آه إذا كان التصور الأول أحادي البعد أي أنه يقوم على بعد واحد في هذا المستوى الثاني تبين لنا آه ضرورة الاهتمام بالتعدد أي البعد الثاني من تصورنا للإنية وتؤسس ضرورة لممكنات مغادرة العزلة والانكفاء على الذات ها هنا نسجل ضروبا اذا من التوتر بين اولئك الذين يعتقدون في مبدئيه الوعي الاني اي الطرح الاول من الموضوع اي تلك الطروحات الميتافيزيقيه والتي تذهب الى ان الانسان هو الوعي الخالص ثم الى هؤلاء الذين يؤكدون منزله العالم والجسد وكذلك الاخر بعامه في الوجود اي الطروحات الفينولوجيه مثلا والتي تذهب الى ان الذات تدرك طبقا لجسدها هكذا اذا يمكن الوقوف عند توتر وتضاد وكذلك تعارض بين امكانيتين للتفكير في الانسان لكل منهما وجاهته وينبغي ان ننتبه ان الفلسفه انما هي محاوله لتنميه الحس الاشكالي فينا. هكذا نكون على موعد مع اقتدار اول نحاول في مستواه صياغه اوليه او صياغه اوليه للمشكل. اذا ننتبه الى شروط تحقق الانساني ابنائي الاعزاء في ظل تجاذب وتوتر وصراع بين البعد الاول او البعد الواحد والبعد الثاني أو تعدد الأبعاد، ثم ينبغي أن نتساءل عن شروط إمكان تحقق الوعي الإنساني، وهل الوعي الإنساني معطى أم مهمة ومشروع تحققه أو تحققه مشروط بسكن العالم وفق تعدد أبعاد الذوات أو الذات. إذا الأطروحة المستبعدة تتمثل في ضرورة إدراك أن الأنية كوعي خالص متعال على الوجود ومستقل عن الجسد الغيري. هكذا نستطيع ان نبلور سؤال الموضوع. ما هي مقومات الذات وعلى اي نحو يكون الوعي ممكنا؟ الاطروحه تتمثل في اهميه تاكيد التلازم بين الانيه ولنشدد على مساله التلازم بين الانيه من جهه ما هي وعي خالص والانيه من جهه ما هي مشروع يتحقق عبر التاريخ. اهميه الانتباه الى ان الوعي ليس ليس معطى اوليا سابقا على على الوجود وان حضور الانسان في العالم لا يتحدد من جهه ما هو وعي محض بل ان ضروره الحضور الجليل والجميل تستلزم الحضور الجسدي في العالم هكذا يكون بالمستطاع الان بناء الاشكاليه وفقا للخطوات التي كنا قد وقفنا عندها وبناء الاشكاليه كما تعلمون تلاميذ الاعزاء يقتضي ويستوجب وكذلك يستلزم بناء مساءله تصوغ الاحراجات والصعوبات لتكون اشكاليه فلسفيه مستوفاه تستشرف افاقا ممكنه لحل مشكل مطروح يكون ذلك ضمن صياغه استفهامي فما الانساني وما هي شروط امكان تحقق الانساني هل يدرك كوعي محض ولا ننسى ان القضيه الاساس التي نهتم بها هي قضيه الانساني هل يدرك اذا هذا الانساني كوعي محض متعال على الوجود ومستقل عن الجسد ام من جهتي أي يدرك من جهتي ما هو وعي متجسد وحضور في العالم وكيف يكون وعي لاحقا على وجودي وباي معنى يكون الجسد ما به ادرك العالم هكذا نكون قد استطعنا بلوره اشكاليه ترتبط الى حد كبير بهذا الموضوع ثم ينبغي ان ننتبه ابنائي الاعزاء الى ان الاشكاليه في ارتباط بالصياغه الاستفهاميه جي. ننتقل الآن إلى الرهان والرهان في مستوى النظري إنما هو التأسيس لإقامة صروح ممكنة لتعايش أفضل بين الإنية الوعي الخالص أي المستوى الأول الإنية كوعي خالص أي الذات الأنا والإنية كوعي متجسد أي الجسد العالم الآخر وأيضا الغيرية عمليا تصحيح اي الرهان العملي تصحيح وعي الذات بذاتها في كل مره من شانه ان يحفز على التحرر من الانغلاق والتعصب والدغمائيه وينبغي ان ننتبه دائما ان الفلسفه انما هي محاولات لمقاومه الرداءه والتعصب والدغمائيه كذلك الانكفاء على الذات وهو ما من شانه ان يؤسس لممكنات الانفتاح على الاخر والايمان بالتعدد والعيش المشترك اذن التعاطي مع الانيه من جهه ما هي لحظه مركبه اذا وصلنا الى استنتاج مفاده ان الانيه لم تعد احاديه البعد بل ينبغي ان تكون مركبه من شأنه أن يؤسس لممكناتٍ وتلاحظون أننا نتحدث أبداً في الجمع لممكناتٍ جديرة بالاهتمام إذ هي تلتفت أو تلفت النظر إلى العلاقة الجدلية بين الوعي واللاوعي والنفس والجسد والأنا والآخر حتى تتسع الآفاق ويكون الثرى إذا المراهنة على التعامل مع الإنية بوصفها كياناً تاريخيا ومسارا يتم تجسيده وبناؤه في تفاعل مع الغيرية داء من شأنه أن يمهد أي هذا الاهتمام التاريخي وهذا الاهتمام بالإنية من جهة ما هي تعدد من شأنه أن يمهد لضروب من مقاومة التشيع والعقل الأداتي إذ يسيطر والعقلانيه اذ تتحجر وتلاحظون اننا نحاول ربط موضوعنا بالراهن اي بالحاضر واللحظه التي نعيش هكذا نكون قد وقفنا عند تخطيط اولي لمستوى اول من الموضوع وهو مستوى التحليل ننتقل الان الى النقاش وتلاحظون ان الموضوع طبعا تقريري والموضوع التقريري يقتضي في مرحله النقاش المكاسب والحدود فلننطلق اذا مع المكاسب ما هو الغنم والمكسب الذي وقفنا عنده اذا لابد من اعاده النظر في موقع الاخر وفقا لهذا الموضوع اي الجسد واللاوعي الذي كان مستبعدا فينا حيث لم يعد هو ذاك المهمش والمقصي والمسكوت عنه الانتباه كذلك ينبغي ان يكون الى قيمه الاخر الانطولوجيه وينبغي ان نلتفت الى قدرات الجسد ومستطاعه وفاعليته في مستوى ادراك الانيه وتحققها ايضا ينبغي ان نهتم ونقف عند التداخل بين الانيه من جهه ما هي وعي خالص اي اللحظه الاولى والغيريه اي اللحظه الثانيه من جهه ما هي جسد او الجسد العالم ومجاوزه الموقف الميتافيزيقي الذي يتاسس على الوعي المباشر والحقيقه الاوليه السابقه على كل وجود في مستوى اخر نهتم بمجاوزه كل التصورات التي من شانها ان تختزل الانيه في الوعي الخالص الى تصورات بديل تنهض على الوعي التاريخي والوعي المركب هذا في مستوى المكاسب في مستوى الحدود التي يمكن ان نقف عندها في هذا الموضوع الاشاره الى تضخم خطاب الجسد واعتباره قيمه مثلى للانسان يذكرنا في الحقيقه بان كل ما كان يقال عن الوعي اي الوعي أن والنفس ايضا اصبح يقال عن الجسد ثم ايضا ينبغي ان ننتبه الى امكانيه الحديث عن جسد جديد لا يكون جسدنا اي هو الجسد المؤسسه والجسد وقد زج به في لعبه السلطه. ما بالنا اذا ننظر للغيريه دائما من جهه ما هي شرط تكتمل به الانيه، اليست هي بدورها انيه وانيه مغايره تحديدا، ثم اليس لنا ان ننتبه الى ان تحقق الانيه ليس مرهونا بالضروره. بمكانه الغيريه فينا بقدر ما هو مشروط بالاقتصادي والاجتماعي وايضا السياسي. آه لنحاول ان نختم هذا الموضوع ونقف عند آه اهم الاستنتاجات آه والتي يمكن ان نحوصلها في نقاط آه متعدده تتمثل اولاها في ان الجسد قد اضحى حمال معان والاخر قد تحول من مستهجن مقصي مهمش مسكوت عنه الى سلطه ها هنا يصبح العرض اصيلا اي ان الجسد كان يعتبر وتحديدا في المستوى الميتافيزيقي عرضا وليس جوهرا اصبح اذا هذا العرض اصيلا وعليه فلا اهميه للانيه من جهه ما هي وعيا خالصا الا بحضور الجسد. اي لا اهميه للانيه في مستوى التحديد الاول من جهه ما هي وعي خالص محض الا بحضور الجسد الغرائزي تحديدا اي الاخر المغاير والمباين. اذا اعاده القول في انسانيه الانسان في كل مره تفتح المسالك نحو العنايه به من جهه ما هو مركب وكذلك تاريخي. نسيج متناقضات ما دام هو النفس والجسد وايضا الانا والاخر واللاوعي والوعي وكذلك صراع متضادات اي ان هذا الانساني لا يكون الا نسيج متناقضات وصراع متضادات هكذا اعزائي التلاميذ نكون قد توصلنا الى الحوصله التي في مستواها يمكن ان نقف عند اهم النتائج التي كنا قد توصلنا اليها اتمنى لكم التوفيق وليحالفكم النجاح شكرا لاهتمامكم